تجربة كويسة، لأن طبعا يعني ما باليد حيلة غير إن احنا نعمل مباراة زي دي تكون قوية شوية. وطبعا أنا بعذر فرقة المقصة، وكابتن طارق كان بيتكلم معايا إنه بيتمرنوا يعني كل يومين ويبطلوا يومين، ومفيش يعني تارجت، يعني مفيش هدف يعني بالنسبة لهم. الحمد لله يعني التجربة بالنسبة لنا مفيدة جدا جدا، ويشكروا جدا إن احنا يعني خلونا نتمرن عليهم. طارق من الناس اللي بتحس قوي بال يعني كإنسان، يعني هو حتى في تصريحاته قال انا عايز الاهلي والزمالك يلعبوني عشان بتمرن، عشان يلعبوني عشان يلاقوا فرق يلعبوه. ده طبعا حاجة جميلة جدا منه. الشريف النهارده طبعا ادى اداء كويس، كل الكور اللي جت تركيزه عالي جدا، هو ده يعني اللي انا كنت عايز اشوفه. مهم بالنسبه لي لان بتديني مؤشر يعني لحالته الفنيه والبدنيه، طبعا من الاثنين يكونوا كويسين بتطلع التوقيتات مظبوطه، يعني الاداء اللا ارادي بيبقى مظبوط، قراراته بتبقى مظبوطه. الحمد لله رب العالمين. النهارده واحمد عادل كمان الشوط الثاني جاله كذا اختبار، كان رائع النهارده احمد عادل في توقيتات الخروج، الميل على المكان اللي فيه الكوره، التايمنج بتاع قفل المساحه، كل الحاجات الحمد لله اطمننا على عادل النهارده كمان مع شريف. ان شاء الله عندنا مباراه مهمه، جماهيرنا بس بتدعي لنا ان احنا الجو مالي صعب جدا، درجه حراره عاليه قوي ورطوبه كبيره جدا. ان شاء الله باذن الله يعني نعمل حاجه كويسه تساعدنا في نتيجه المباراه اللي في القاهره ان شاء الله، ونتاهل لدور دوري المجموعات. وبتمنى كمان للزمالك والانبي ان هم يعدوا عشان تفضل الرياضة المصرية مستمرة، ويبقى في حياة رياضية في مصر ان شاء الله.